Média, Montassir, Mosaïque. السلام عليكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم موزايك. واليوم كما ذكرت في الجزء الأول معي الفنان المصري عمرو المليجي اللي نزل أغنية جديدة برقص من كلمات وألحان شادي محسن وتوزيع شريف الوسيمي. برقص عودة للفنان بعد غياب طويل يعني من قبل فترة كورونا. غنمشيو لمصر. أهلا بك عمرو المليجي. هاي ازيك عامل ايه؟ انا الحمد لله بخير. مبسوط ان انا معاكو دي تاني مرة تقريبا صح؟ اهلا وسهلا. كذا سنة وقت الالبوم معاكو برضو و... اهلا وسهلا انت تشرفنا. يعني قبل ما نتكلموا على الجديد يعني اخر مرة درنا لقاء في 2018 احنا في 2022 بالزبط. يعني اربع بالزبط. سنوات شنو درتي في اربع سنوات عمر؟ شو عملت يعني؟ كان في كورونا كان محدش عمل حاجة أكيد في الكورونا، بس حاولت أستغل الفترة دي إن أنا أركز في الألبوم بتاعي. إن أنا الأول ألبوم كنت عامله من زمان like 2015 والباقي كنت بعمل سينجلز. بعدين قلت خلاص بدل الكورونا كده كده إحنا قاعدين خلاص it's time to get back ونرجع الاستوديو واشتغل. فعملت كانت السينجل زي ما أنت بتقول آخر حاجة في 2018 هي حب ومحبنيش، ونزلت هو تاني سينجل اللي هي اسمها برقص الأسبوع اللي فات. sometimes يعني لما بيجي لك مثلا obstacles بت make use of it. فالكورونا جت فقلنا خلاص كان عندنا more free time نركز في الميوزك ونرجع تاني نعمل حاجة بنحبها يعني. ويعني انتم الفنانين يعني اكيد الفنان يعني فترة كورونا بعد على الأصدقاء على الفانس ما بقاوش حفلات ما بقاوش أعراس. يعني كيف قضيت انت هذه الفترة يعني أثرت فيك فترة؟ أنا كنت أوريدي واخد honestly يعني كنت أوريدي واخد بريك، كنت مركز في حاجات تانية بعملها في حياتي، وكان عندي كده حبة like drops، مش هقول drops بس إنه جات لي حالة وفاة حد عزيز وكده. فأنا برضو أنا بالنسبة لي كعمر لازم أبقى في المود الحلو عشان أعمل حاجة اللي بحبها وأطلع زي ما أنت عارف مزيكتي أنا بكتبها بنفسي most of it يعني. فما كنتش في المود أصلا، فأنا ما أثرتش فيا قوي إن أنا كنت أوريدي في داون في حتة تانية مفصول، فاهم قصدي؟ بل بالعكس إنه يعني انا بحس ان الكورونا برضو في فنانين كتير استغلوا الموضوع صح، ان بقت حتى الناس كتير قاعده في البيت فبتسمع مزيكا. فانا حسيت وقت الكورونا كتير ميوزك نزلت وكتير ارتست نزلوا حاجات حلوه. فكل واحد حسب السيتويشن. انا في حالتي كنت كده كده اي واز ان بريك، ف يعني ما كنتش استراحه محارب يعني بريك، ولكن كنت عارف شنو جاري في الساحه يعني كنت بتشتغل ما هي بعد مع الوقت بقى الواحد لما الدنيا بدات تقوم اكتر والواحد بدا بقى نفسيا يبقى احسن، فخلاص اللي هو خلاص اتس تايم تو جيت باك ونكمل اللي احنا بنعمله. فبس اكيد يعني ما حدش يتمنى وقت الكورونا اللي كانت في عزها يعني انها ترجع تاني، ان كان كل الناس في شوك كله كان خايف ما حدش عارف ايه اللي بيحصل فاهم. فالحمد لله وي ار باتر ناو. الحمد لله انت الان رجعتي كذلك للساحه يعني بعد اربع سنين ما نزلتي أغاني ونزلتي أغنية جديدة اللي صورتيها الكليب وعطيتيها واحد المزيج من الأكشن والرقص. تكلمين على الفكرة الأغنية لأن هي الأغنية الثانية في ألبوم الثاني اللي تنتسناه. هنتكلم عنه الألبوم الثاني ده اللي هو هديك انت اكسكلوسيفز النهاردة. بس أوكي، فكرة الأغنية اسمها برقص، هي كلماتي والحان شادي محسن وتوزيع شريف الوسيمي. فكرتها غريبة، أنا دايما من زمان بعمل كليبات بحب أعمل فكرة غريبة يعني أنت عمرك ما هتلاقيني ماسك مايك أو بغني للموديل وكده يعني it's not me فهم. فالفكرة دي تعمدت إن أنا بحكي قصة الأغنية إن أنت بتقف في مكان وأغنية بتشتغل فبتذكرك بفريندز أو your ex أو someone كان عزيز عندك ومثلا ما بقاش موجود. فبتبقى على قد ما أنت مبسوط بس you are stuck مش عارف تجيب اللحظة دي تاني، يعني المزيكا فكرتك بحاجة حلوة بس مش قادر تعيشها تاني. دي الفكرة بتاعت الأغنية. فأنا في الفيديو تعمدت الجزء الأول كله بشرح ده بطريقتي إن أنا برقص عارف بيتر سويت زي ما بيقولوا إنه حاجة عكس بعض برقص وبعيط فاهم. في الجزء التاني من الفيديو حبيت برضو أعمل فكرة جديدة شوية إني طلعت
كانه شخص تاني الالتر ايجو بتاعي، كان اوريدي ظهر قبل كده في كليب اسمه ووكينج اواي كنت عملته زمان في الالبوم الاولاني، فعملته كانه هو الابستكلز او العائق اللي بيجي. يعني انا اتلمي برقص فهو بيحدف سكينه، بيحدف مقص، بيحدف دارت، بيحاول يوقفني وانا بكمل رقص لحد ما انا بوصل بطرده يعني وبموته. وفي الاخر بتعرف انه كانه ريبيرث، فكره الكليب ريبيرث ان انا بطلع، يعني كانك مريت بحاجه سيئه وطلعت منها او يو سرفايف، فاهم؟ هي دي الفكرة. يعني حتى آخر الجزء في الفيديو للناس اللي مش فاهمه هو أنا it's rebirth، أنا بطلع من البول، إنه this is a new me. أنت ما بتطلع من صدمة، بتطلع من مشكلة حصل لك بتاع بتأثر فيك فبتغير شخصيتك، عارف؟ يعني في details، يعني I think محتاج الفيديو الواحد يتفرج عليه أكثر من مرة عشان يفهم إيه بيحصل، إيه إن هو سريع ومدي على رعب شوية على أكشن على كده. فبس أنا الحمد لله جايلي feedback إنه بيتخضوا منه، وده اللي انا كنت عايز اعمله، فاهم؟ حتى في يعني في ستوري بورد، في قصه، يعني الصوره الاخيره لما انت تطلع من حمام السباحه من البيسين، يعني الواحد يعني انت تكون في الميه يعني الميه كأنه ايوه يعني ولاده جديده. بالظبط، وهذه الولاده الجديده ولاده جديده، وكذلك يمكن كذلك بالنسبه لك ولاده جديده حقيقيا. اكيد اكيد، وانا الالبوم ده بيعتبر ولاده جديده. انا كبرت، فات كذا سنه، فحتى الحاجات المواضيع اللي بتكلم فيها في الالبوم، يعني الالبوم الاولاني اللي هو مستني من زمان ده كتبته وانا كنت صغير، وكنت بتكلم عن تجربتي اول مره احب، وتجربتي في الجيش، وتجربتي، عارف اللي هو، فناو اتس ان اولدر فيرجن اوف مي بنفس الجنان، بس انه ايه، في مواضيع تانية. يعني الالبوم فيه كتير حاجات، يعني I can't wait ان الناس تسمعه، في حاجات كتير مفيش اغنية شبه التانية، مفيش اغنية شبه الحاجات اللي بنسمعها، وانا قاصد اعمل ده، انا بعمل حاجات يعني خالف تعرف؟ مش خالف تعرف قوي، بس انا من زمان دماغي مزيكا الغربي. انا اصلا يعني انا بعتبر حالي مؤدي في العربي honestly speaking، او انا performer، بس بحب يعني دماغي وكلة وشبعانة من الاغاني الغربي، فغصب عني انا متطبع بده. فمهما تعمل، احنا كعرب كتير، مش عايز اقول مملين، بس كتير بنعيد نفس الاغاني، انه سبتيني، بحبك، وحشتيني، انه بس انت لو بتيجي تكتب اغنية مثلا بالانجليش عندك variety تحكي على اللي انت عايزه، عارف اللي هو، يعني مفيش ليميت لك انت بالعربي، عشان انت متعود اجيل ورا جيل بنتكلم في مواضيع نفسها، فلما بتطلع بره شويه الناس بيتخضوا، فاهم؟ فمش كل الناس الارتست عندهم الجرأة دي، ماشي؟ غير بقى اللي هو يقول لك انا يعني يا صابت يا خابت. انا من نوع اي تيك ذا ريسك، اللي هو اي انا حاجه حاسسها بعملها، انا جاي عشان اعمل الغريب، اعمل الجديد، اعمل الحاجه اللي هتخضك، مش الحاجه اللي انت متعود تشوفها. لو انت عايز تفرج على حاجه متعود تشوفها، في عندك مليون ارتست بيعملوا الحاجات اللي العالم كله بيسمعها من زمان، والوطن العربي بيسمعها من زمان. فهي دي الفكره. فانا من نوع بعمل مش خالف تعرف از ماتش انه مود غريب، مود لي، يعني لي ناس ولي، يعني الناس حتى لما بعمل الحاجات دي بيقولوا لي برافو يا عمرو، ما كناش متصورين الجرأة انك طالع ولابس عفريت وبترقص وبتعور وبتغرق وفي الميه وبتطلع، انه فاهم؟ يعني انا قاصد في ابيض واسود في الكليب، يعني في شخصيه سوداء وشخصيه اللي قلبها ابيض، والاثنين انا ده، دي المفاجاه، الاثنين انا، عارف؟ ربنا يستر، يعني خلينا في الابيض. خلينا في الابيض. يلا غنديروا وقفه موسيقية نسمعوا الجديد ديالك بعد غياب على الساحة الفنية، برقص عمرو المليشي. برقص برقص وبعيط وبعيط وارقص في نفس الوقت، في نفس الوقت بفتكر ذكرى حلوة وتاخدني الأغنية ناحيتها ساعات. برقص برقص وبعيط وبعيط وارقص
بابا كانت جامده بجد من كتر الحكايات اللي عشناها بنرقص عشان نضيع وقت ناس كانت غالية سابت دنيانا وجوانا لسه عايشين أغاني بنسمعها بتحرك فينا مشاعر وكتير حنين برقص برقص وبعيد رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع ضيفي مباشرة من مصر عمرو المليجي اللي نزل أغنية جديدة. أنت كبرتي وسط عائلة فنية محمود المليجي ما تيجيك والو؟ لا لا محمود المليجي تشابه أسماء. على فكرة محمود المليجي أصلا اسمه الحقيقي مش محمود المليجي, هو استعان باسم his best friend. دي معلومة مش كل الناس عارفها, بس أنا من صغري دايما يقول لي محمود المليجي محمود المليجي. بس أنا في عائلة فنية إن أنا جدتي هي المخرجة علوية زكي. المخرجة علوية زكي بالظبط, كانت أول مخرجة ست بالتلفزيون المصري. فهي أنا الوحيد اللي واخد منها الفن إذا بدك تقول يعني. يعني البدايات ديالها يعني هي بدت يعني من الأولين اللي دعموه عمرو دياب محمد منير. بالضبط هيك من اول ما نطلعهم واحمد زكي, ولا يعني تاريخها مش في غني يعني التعريف يعني هيك كتير طلعت ناس اول مره على السكرين وكانت بتؤمن بالمواهب الجديده وكانت يعني عملت بصمه عندنا حتى هنا في التلفزيون المصري. عشان كده عارف كل فتره يعني ذكرى وفاتها ذكرى عيد ميلادها بيبقى دايما في باز برضو تاني يعني الله يرحمها يعني. نعم الله يرحمها. على فكره الاغنيه الجزء الثاني كنت لسه بتسالني الجزء الثاني عن جدتي, لانه منك بتكلم فيها عن الناس الاغاني اللي بتفكرك بناس ما بقوش عايشين معانا, ف يعني نعم. في انفلوينس شويه نعم. في الموضوع بحكم هي الجده ديالك يعني كانوا عندك شركات في اخراج الكثير من الاعمال وتترات المسلسلات يعني خصوصا مع محمد منير يعني, وكانت كذلك قامت بالعديد من الاعمال مع بحال مع سوسن بادر الهام شاهين ولائحه طويله. كنت تتمنى انها تدير لك اخراج الان بس هيك كانت لحد اخر وقت بوريها الفيديوهات وباخد رايها, بس مع هيك دايما ليها انبوتس حاجات معينه يعني كل مخرج ليه يعني طريقته الخاصه فاهم يعني ما حد فيش مخرج شبه التاني. اكيد كنت احب جدتي بس كان هيبقى صعب ان هي بقى كانت خلاص كبرت فاهم, هي مبطله اخراج من 1996. لا انا بقول يعني كنا الان في الوقت الان يعني الان زي ما في الوقت الان يعني اكيد لا يعني اكيد طبعا اكيد مين ما يحبش يعني كتدواء اضافه اكيد ليا يعني. نعم غنديروا وقفه موسيقيه تانية معك في هذا اللقاء وذكرياتك ما تبقاش زي ما بقتش زي الاول. نعم. ما بقتش زي الاول كانت تاني اغنيه عملتها كانت من الالبوم الاولاني. عايز اقول لك دي اكتر اغنيه الناس بتقعد لغايه اليوم ده بتسالني عنها وبيطلبوها وكده اثرت فيهم يعني ايوه وكان وقتها حتى لسه كان في القنوات بتاعت التي في مزيكا وماليدي والحاجات دي كانت بتتلعب كتير, فالناس الى يومنا هذا بتبعت لي وبيقولوا لي وبنسمعها لعيالنا وايه يعني فيها حاجه. انا دايما بحب ده المزيكا فيها يكون فيها حاجه كاتشي حاجه ان انت يعني
يعني يعني اذا ما حبتنيش في الفيديو هتحب الاوديو، ما حبتنيش في الاوديو هتحب دايما فاهم، بحاول اتراكت ديفرنت كاتيجوريز ديفرنت ايج جروبس. يعني مثلا حتى مش قصدي ارجع تاني اقول لك على موضوع برقص، انا جاي لي فيدباك كتير من الاطفال عشان انا الكاركتر اللي انا عامله اللي هو السمول ديفل ده اللي بالكيب وكده، الاطفال عاجبهم انه شبه السوبر هيرو وكده، فبسط انا ما كانش في بالي كده، بس كميه الاطفال ده بي 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 اللي هو بيتفرجوا على الفيديو عشان خاطر عاجبهم الكيب والسوبر هيرو. فيعني فما بقتش زي الاول. من الاغاني اللي انا كتير بحبها وعزيزه عليا وكانت برضو كلماتي والحان شادي محسن وشيف الوسيمي، وبس، وكانت البدايه بتاع تعتبر اول اغنيه عربي انا نزلتها. نعم اتس فيري سبيشال صراحه. يلا نسمعوا ليها وراجعين لك ضيفي مباشره من مصر عمرو المليجي. فاكر انك بنظره واحده انا هرجع لك بكلمه انا هسمع لك، انا بس كنت عايز اعرف جاي تقول ايه بالنسبه لي، انت بقيت مجرد ماضي وراضي او مش راضي، دي حاجه بتاعتك انت هتفرق معايا في نواصل موزايك على ميديا مع عمرو المليجي. بحكم أنك مهم بالنسبة لك أنك تكتب أو تلحن أغنية، حسن ما تأخذ أغنية تحت الطلب. بس أنا أول يعني طول ما أنا بيبقى يعني دايما بحب أن أنا يبقى حاجة أنا حاسسها عشان it's my experience. الأغاني بتاعتي عاملة زي الدايري أو المذكرات، فهم قصدي؟ بس ما يمنعش أن أنا بالعكس، أنا في الألبوم الجديد فيه actually أغنية واحدة مش انا اللي كاتبها، دي اول مره انزل اعمل اغنيه مش انا كاتبها، وحبيت انه طلعت شويه من جلدي، عملت فكره مش انا مش شبهي، بس اكيد هتلمس ناس كتير يعني. فبص هي يعني ليها ادفانتج وديس ادفانتج، ان ادفانتج انت بتعمل حاجه انت بتحبها، بس ممكن الديس ادفانتج ان محتاج تخرج بره. فانا ما عنديش مشكله از لونج ان الاغنيه حلوه وفيها فكره وكده، ما عنديش مشكله سواء انا كاتبها او حد يبقى كاتبها، مش ما عنديش رولز معينه، بس اكيد بفضل ان انا اكون انا حاسسها يعني، عارف. نعم انا اللي كاتبها يعني. نعم انت البدايات يعني غنيتي جوج اغنيات الاولين، كانت الاولى بالعربيه مستني من زمان، وكانت عندك الثانيه بالانجليزيه Hanging There. Hanging There. ده هو الألبوم مظبوط. تفضل. لا معاك الأغنية دي كنت مصورها تحت المية. It was my first single ever. كانت إخراج حسين شعبان، وهو كان عايز يعمل برضو دماغه زي كان عايز يعمل حاجات غريبة وكده، فقال لي هنصور الفيديو كله تحت المية. فعشان كده أنا في برقص موضوع المية كان سهل بالنسبة لي. بالنسبة لك نعم بالضبط. فكنا كليب كله صورناه تحت المية، وكنا جايبين equipments عشان أكسجين بقى تحت، وغني بقى verses كاملة تحت المية وكده. فهو من بدايتي في حاجات خزعبلية
ومجنونة فاهم. نعم. إذن وصلت معك نهاية حلقة اليوم يعني، وإحنا استمعتنا بالحديث معك يعني، وسمعنا الجديد ديالك غادي نساليو مع قطعة حب ما حبينيش، هي اللي غنختم معك هاد الحلقة اليوم برنامج موزايك. ونذكركم مستمعينا الكرام أن يوم الاثنين والثلاثاء غنكون معكم مباشرة من مدينة مكناس مستمعينا الكرام، وغادي نقوموا بتغطية لفعاليات مهرجان مكناس للدراما التلفزية. إذن الاثنين والثلاثاء سنكون بالعاصمة الإسماعيلية للمملكة، وتغطية خاصة لهذه الدورة، الدورة الجديدة 11 من مهرجان مكناس للدراما التلفزية. شكرا لك عمرو المليجي، ونشوفك قريبا إن شاء الله. أكيد أكيد. حبيت كتير واقتنعت كتير بفكرة إن الكل حد حبيب، حبيت كتير واقتنعت كتير بفكرة إن الكل حد حبيب، وبين بيروح حبيب وبيجي حبيب، فضلت أنا 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 لوحدي. حبيت كتير واقتنعت كتير بفكرة إن الكل حد حبيب، حبيت كتير واقتنعت كتير بفكرة إن الكل حد حبيب، وبين بيروح حبيب وبيجي حبيب، فضلت أنا 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 لوحدي. اديت كتير خدتها في حضني، قلت لها ما تبعدش ابدا عني، اديت كتير خدتها في حضني، قلت لها ما تبعدش ابدا عني، وبين مين عمل ايه ومين قال ايه، رجعت انا انا تاني لوحدي. اديت كتير خدتها في حضني، قلت لها ما تبعدش ابدا عني، اديت كتير خدتها في حضني، قلت لها ما تبعدش ابدا عني، وبين مين عمل ايه ومين قال ايه، رجعت انا انا تاني لوحدي. مهما بعمل ومهما بقول تنتهي القصة باب مقفول، وتعدي ايام وتعدي شهور وبرضو من غير حلول. مهما بعمل ومهما بقول تنتهي القصة باب مقفول، وتعدي ايام وتعدي شهور وبرضو غير حلول.